لقيت فلوس كتير على الارض. تعالى ده في بلاوي. بس يا جماعه اوعدوني انكم هتعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا يلا يا عم الحاج احنا ناقصين لمخه في الكلام. وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات اول ما تنزل. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في بلاوي جديده، بس هي بلاوي عن الفلوس. بلاوي عن الفلوس، وبلاوي النهارده انا اتنصب عليا واتضحك عليا واتنصب عليا واتضحك عليا. فتعالى احكي لكم كده شويه مواقف وقصص وحاجات وحكايات وحاجات جميله كده، ممكن انتوا كمان تتعظوا منها، يعني تاخدوا بالكم كمان ان انتوا ما يحصلش فيكم نفس المواقف اللي حصلت معايا. كان يوم عادي جدا يا جماعه وماشي في الشارع، وفجاه ببص على الارض لقيت فلوس كتير. هم مش كتير قوي يعني، ولكن هم مبلغ، يعني مبلغ كويس. المهم فضلت ابص حواليا يمين وشمال اشوف يمكن حد بيدور على الفلوس ولا حاجه. المهم خدت الفلوس يا جماعه، مشيت 10 خطوات كده لقيت عيل صغير بيعيط، حوالي مثلا 11 12 سنه، بيعيط جامد. المهم رحت له هو يا عيني منهار من العياط، منهار. قلت له مالك يا حبيبي، في ايه بتعيط ليه؟ راح قايل لي الفلوس بتاعت ابويا وقعت مني. المهم انا دماغي فضلت تودي وتجيب، الله ما تكونش الفلوس اللي انا لقيتها دي بتاعت الولا. فقلت اساله من باب المعرفه والتاكد، يعني حبيبي هي الفلوس دي كام؟ قال لي مش عارف يا عمو، ما عدتهمش، ما اعرفش. طب يا حبيبي هم وقعوا منك فين بالظبط؟ قال لي هنا يا عمو، هنا بالظبط، وقعوا هنا بالظبط. وشاور لي يا جماعه على المكان اللي انا لقيت فيه الفلوس فعلا. انا ساعتها يا جماعه كنت طار من الفرحه، عمال ازقطط، انا هعمل ثواب، انا هاخد خير يا جماعه، انا لقيت الفلوس بتاعت الولد وهديها له، هاخد ثواب يا جماعه. وكنت فرحان قوي ان انا اللي لقيت الفلوس مش حد تاني، ممكن حد تاني كان خد الفلوس ومشي ولا عمل اي حاجه ولا بتاع. بس شوف ربك لما يريد. طلعت الفلوس من جيبي وقلت له حبيبي هي دي الفلوس اللي وقعت منك. الولد انا شفت في عينيه كميه فرحه يا جماعه مش طبيعيه، بجد فرحه مش طبيعيه. هي يا عمو، هي، شكرا قوي يا عمو. وراح حضني وانا رحت حضنه، يعني كان في لحظه يعني عطف وفي ثواب يا جماعه، في ثواب بيحصل دلوقتي وهيطلع لي حسنات في وشي وبتاع وحاجات. انا ما كنتش مصدق بجد اللي بيحصل، والله العظيم كم الفرحه اللي كان جوايا، قلبي كان بيتنطط يا جماعه، بيتنطط من الفرحه. المهم الولد خد الفلوس وطيارة اختفى من قدام يا جماعة، اقسم بالله. عارفين الفيراري ولا البورش ولا اسرع منهم. ومشيت يا جماعة وعمال اقول الحمد لله وبشكر ربنا ويعني مش هقدر اوصف لكم يا جماعة كم الفرحة، ولكن مش هي دي البلوة، يعني اللي حصل ده كله مش هي دي البلوة يا جماعة. وانا ماشي وانا فرحان كده بعد حوالي 20-30 متر لقيت راجل عجوز عمال يدور على حاجة في الارض. فقلت بس انا كده هاخد ثوابين في اليوم، ثوابين يا جماعة. رحت له ازيك يا عم الحاج، مالك انت بتدور على ايه؟ ادور معاك. قول لي يا عم الحاج ادور معاك، والله انا فاضي النهارده. بص انا النهارده ربنا مسخرني علشان اخد ثواب بس. فالراجل بص لي يا جماعه وشفت في عينيه كميه دموع مش قادر اقول لكم. قال لي يا ابني بدور على فلوس المعاش وقعت مني يا ابني. قلت له فلوس المعاش وقعت منك فين؟ قال لي هنا في الشارع يا ابني، هنا في الشارع، بس انا مش عارف وقعت مني فين. فلوس وقعت منك هنا في الشارع؟ رجعت بالذاكره كده يا جماعه 10 دقايق وابتسمت وقلت له يا عم الحاج ما تزعلش، امسح دموعك، الفلوس في امان. فبص لي كده وقال لي انت لقيتها يا ابني، انت لقيتها حبيبي، كم هتجيب يا ابني الفلوس يا ابني؟ والله ده فلوس المعاش يا ابني، والله انا بجري على 5 ايام والله، وفي عندي بنتين عايزين يتجوزوا مش عارف اعمل ايه والله. قلت له يا عم الحاج ما تخافش، فلوسك في امان، انا لقيتها واديتها لابنك وزمانه دلوقتي في البيت. فلقيت عم الحاج بدل ما كان فرحان لقيته عمال يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ ده انا بقول لك انا لقيت الفلوس واديتها لابنك وجري الولد طيار روح على البيت، خلاص روح على البيت يا عم الحاج، هتلاقي ابنك معاه الفلوس. يا ابني انا عندي 5 بنات ما فيهمش ولا عيل. مين الولد اللي اديتني الفلوس ده يا ابني؟ حرام عليك يا ابني، حسبي الله ونعم الوكيل. قلت له يا عم الحاج هو انت مش ابنك اللي كان بيدور معاك على الفلوس، ولا الفلوس دي بتاعتك، ولا هي وقعت منه، ولا وقعت منك، ولا فهمني يا عم الحاج عشان انا مش فاهم والله العظيم. والراجل ما فيش حاجه في بقه يا جماعه غير انه عمال يدعي عليا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، انت الشباب. فطبعا يا جماعه الناس بدات تتلم وافتكروني ان انا بضرب الراجل او سرقت الراجل او عملت حاجه في الراجل، يعني انا مش يا جماعه. عمال اقول لهم يا جماعه اهدوا، انا الراجل وقعت منه فلوس وانا لقيتها واديتها لابنه والواد طلع مش ابنه، فالراجل دلوقتي عمال بيقول لي ان الفلوس دي بتاعته والواد انا ما اعرفوش يا جماعه، اهدوا يا جماعه. بس الحمد لله يا جماعه زي ما خدت ثواب انا ساعتها خدت اللي فيه النصيب، الحمد لله. طبعا الناس ما صدقونيش ساعتها وقعدوا يقولوا حرامي، وانا مش حرامي يا جماعه والله، انا كنت عايز اعمل ثواب والله، كنت عايز اخد ثواب يعني مش ودي كانت
اول بلوى معانا النهارده. هقول لكم بلوى كمان علشان الفيديو يبقى طويل، فانا عارف الناس بتوع اليوتيوب دول عايزين الفيديو ساعتين يتفرجوا عليه. البلوى الثانيه اللي معانا النهارده يا جماعه كانت حاجه ست كبيره، بس تقريبا كانت رضعه من سوبرمان من باتمان، يعني هي ست خارقه الله اكبر عليها. انا كنت ماشي في الشارع يا جماعه في امان الله، ولقيت ست عجوزه واقفه على الطريق على السريع عايزه تعدي الطريق. قلت بس الثواب بتاعه اهو، الحسنه بتاعتها اهي اللي هتطلع في وشك كده اهو، تعمل كده وحسنه جديده يا جماعه وهاخد ثواب جديد. فروحت لها يا جماعه قلت لها مالك يا امي عايزه تعدي الطريق؟ قالت لي ايوه يا ابني والنبي يا ابني عايزه اعدي الطريق، العربيات ماشيه عماله زيو 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 ومش عارفه اعدي يا ابني، ممكن تعديني يا ابني؟ قلت لها من عينيا يا حاجه يا نهار ابيض، هو انا في ديك الساعه ممكن تانجزيني يا حاجه؟ قالت لي بتكشف يا ابني والله بتكشف. ده يا حاجه ده يعني يا نهار ابيض اقسم بالله دمك شربان، انجزيني يا حاجه وانا هعديك الطريق. ماشي حبيبي ماشي، وراحت مانجزيني. المهم فضلت اشاور بايدي عشان اوقف الطريق والعربيات والعربيات الناس مش عايز تقف ليه. المهم عديتها اول طريق. ربنا يخليك يا ابني ربنا يخليك يا حبيبي. قلت لها حاجه عايزه تعدي الطريق التاني ولا حلو كده تقفي على الجزيره كده في النص؟ راحت بصلي وقالت لي كلمه مش 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 مش, مش عايزه اقولها يعني. هو انا يا ابني وانا بيتي هنا يعني، هو انا بيتي هنا يعني هتسيبني في نص الطريق كده؟ عديني يا ابني الناحيه الثانيه. حاضر يا حاج يا نهار ابيض، في ثواب تاني هاخده؟ ده ثواب تاني ده، يلا يا حاجه ممكن تعجزيني؟ يلا يا حبيبي. وانجزتها وقعدت اشاور للطريق الثاني وبرده والمهم عدتها يا جماعه الناحيه الثانيه. بس الغريب بقى في الموضوع، الغريب ان انا اول ما رجلها طلعت على الرصيف الثاني يا جماعه انا ما شفتهاش يا جماعه، الست اختفت اتبخرت، كانت مركبه موتور موتوسيكل ريس في رجلها. سبحان الله، هي كانت عامله ميك اب ولا دي مش ست عجوزه ولا ايه؟ انا ما اعرفش. المهم يا جماعه فانا هتقول لها مالك يا حاجه ايه اللي حصل؟ الله 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 اكبر الله اكبر، ايه ده ايه الصحه دي؟ وعماله تقول لي عدي الطريق وبتاع، ده انت طلعت ست والله العظيم. وقعدت اضحك يا جماعه وبتاع وبخبط بايدي كده على البنطلون. المهم بحسس كده على جيبي ما لقيتش الموبايل، يا نهار ازرق. بحسس بايدي على لا مؤاخذه جيبي اللي ورا ما لقيتش المحفظه، يا نهار ازرق انا سرقت. ومن مين؟ من ست عجوزه رضعه من سوبرمان؟ نهار اسود. فضلت يا جماعه اجري يا جماعه في الشارع اللي هي جريت فيه، اتبخرت يا جماعه اتبخرت اقسم بالله، دي فعلا رضعه من سوبرمان، اتبخرت ما لقيتهاش تاني. واتسرقت مني المحفظه والموبايل ساعتها، وبدل ما اخد ثواب يعني خدت اللي فيه النصيب. المهم يا جماعه انا بحكي لكم البلاوي دي يا جماعه علشان برضو انتوا تاخدوا بالكم منها، كل واحد يحط مثلا قفل كده على بنطلونه وقفل من ورا برضو علشان احتياطي يعني. ومش عارفين احنا هنوصل فين والله في الزمن ده مش عارفين. خلصت بلوه النهارده يا جماعه، واستنونا في بلوه جديده كل يوم. باي باي. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل.